النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي بدأنا السكشن اللي فات، اللي هو الـ response spectrum والـ ground acceleration. بس في حاجة كانتش باينة في السكشن اللي فات عايزين نوضحها شوية. كنا بنتكلم إن أنا دايما عندي response spectrum شكلين، اللي هو الشكل دوت اللي هو بيبقى فيه كل المحاور مع بعض، الـ displacement والـ time والـ velocity والـ acceleration، أو الجراف اللي هو شبه ده اللي هو بيبقى عندي محور عادي فيه الـ period والمحور التاني عليه الـ acceleration. بس في أي شكل من الاتنين دول، في الحاجة اللي مكانتش باينة السكشن اللي فات إن ممكن أي شكل من دول يبقى ليه المحور اللي انا بهتم بيه بتاع الاكسلريشن، ممكن يبقى ليه ثلاث انواع مختلفه. اول حاجه زي النوع اللي عندي هنا، ان يبقى المحور دوت بدلاله الجي. فالمحور ده بدلاله الجي زي اللي اتكلمنا عليه السكشن اللي فات، يبقى اي رقم هطلعه من هنا زي البوينت 19 اللي هنا هضربها في الجي اللي هي 9.81 او 10 عشان احولها لمتر بير سكند سكوير. فده النوع العادي اللي اتكلمنا عليه. الحاجه الثانيه ممكن زي هنا يقول لي ان الكيرف ده بدلاله البيك جراوند اكسلريشن، او زي ما هو قايل لي هنا بدلاله اليو دوت. ايه المقصود بالبيك جراوند اكسلريشن او اليو دبل دوت؟ ان اي رقم في الكيرف دوت بيبقى منسبه لاقصى اكسلريشن حصلت في الزلزال. طب انا اعرف ازاي اقصى اكسلريشن حصلت للزلزال؟ دي بتبقى حاجه جيفن في المساله، بيقول لك ان الزلزال اللي عندي دوت اقصى اكسلريشن ليه 0.2 جي او اقصى اكسلريشن 0.3 جي. يبقى انت اي رقم تطلعه مثلا من الكيرف، يعني مثلا طلعت من هنا 2 او طلعت اي رقم من هنا، يبقى بدل ما كنت بضرب في الجي في الحاله الاولانيه، لا هنا هضرب في 0.2 جي او 0.3 جي على حسب الرقم اللي مديهولي في المساله. الحاله الاخيره الحاله العاديه خالص، اللي هو لما يقول لي ان الكيرف اللي عندك بدلاله المتر بير سكند سكويرد، يبقى هتستعمل الارقام اللي هتطلعها على طول. اللي عايزين نتكلم عليها النهارده ان شاء الله ازاي اقدر اطلع الاكسلريشن زي اللي كنت بطلعها من ريسبونس سبيكتروم، بس بدل بقى ما يديني ريسبونس سبيكتروم او يديني كيرف جاهز، لا هيبقى عايزني اطلعها من المعادلات بتاعه الكود اللي اصلا الكود مستعملها عشان يرسم الريسبونس سبيكتروم. فالمعادلات دي بتبقى في كود الاحمال، فالمفروض ان شاء الله يبقى معاكم كود الاحمال جاهز، او على الاقل انا تقريبا في كل معادله او كل جدول هبقى كاتب لكم ارقام الصفحات، على الاقل تصوروا ارقام الصفحات دي وتبقوا داخلين بيها الامتحان. دايما هتلاقي ان انت عندك هتلاقي عندك اربع معادلات، وبيقول لك دايما لو عندي التي مثلا ما بين 0 وما بين تي بي يبقى هستعمل المعادله دي، ما بين تي بي وتي سي هستعمل المعادله دي، اي تي بي وتي سي وتي دي هنشوف بعد كده. بس دايما التي دي اللي هي المود اللي انا بتكلم عليه، يعني مثلا بتكلم على المود الاولاني، لقيت المود الاولاني ما بين تي سي وتي دي، يبقى انا عرفت ان انا هستعمل معادله 8.13 واجيب الاكسلريشن بتاع المود الاولاني. عايز بقى اطلع الاكسلريشن بتاع المود الثاني، لقيت المود الثاني التي بتاعته ما بين تي بي وتي سي، يبقى استعمل معادله 8.12 وبعدين اجيب الاكسلريشن بتاعته اللي هي الاس دي، وبعدين نفس الكلام للمود الثالث اشوف هستعمل له انهي معادله واخش احسب المعادله دي. فتلاقي ان انت دايما عشان تعرف تشتغل على المعادلات دي محتاج تبقى عارف اصلا ايه، تبقى عارف تجيب اي تي بي وتي سي وتي دي، ومحتاج تجيب كل الرموز اللي عندك هنا اللي هي الاي جي والجاما والاس. هنشوف الكلام ده ان شاء الله هقدر اجيبه ازاي، بس كل المعادلات دي هتلاقوها في صفحه 125 في كود الاحمال، اللي هي اهم حاجه التي بي والتي سي والتي دي اهو، والاس دي حاجه اسمها السويل فاكتور. بقدر اجيبهم ازاي؟ هو مديلك في المساله نوع السويل بتاعتك، يعني بيقول لك السويل دي ما بين اي واي، وقايل لك السويل دي اني حاجه فيهم، وقايل لك حاجه ثانيه المدينه اللي انت فيها. لو انت في مدينه ساحليه على البحر المتوسط يبقى انت هتستعمل اللي هو تايب 2 اللي هو الجدول اللي تحت ده، لو انت في اي مدينه ثانيه يبقى هتستعمل تايب 1 اللي هو الجدول اللي فوق. عرفت انت هتستعمل اني عرفت انت في اني مدينه فهتستعمل اني جدول، وعرفت نوع السويل بتاعتك ايه، يعني مثلا نوع السويل سي، وعرفت ان انت في مدينه مش ساحليه، يبقى انا هستعمل الجدول ده. فعرفت ان السويل فاكتور بتاعتي بواحد ونص، عرفت ان التي بي بوينت 1، التي سي بربع، التي دي بواحد واتنين، وطالما معايا الزمن بتاع كل مود زي ما قلنا يبقى انا كده قدرت اعرف في كل مود هقدر استعمل اني معادله. هي المهمه عندي اللي هي الجاما او الامبورتنس فاكتور. الامبورتنس فاكتور ده بيبقى فاكتور بزود او بقلل بيه الفرصه بتاعت الزلزال على حسب اهميه المنشا. يعني ده لو منشا حاجه زراعيه زي مثلا صوبه زراعيه او منشا مؤقت او اي حاجه، يبقى بقلل الفرص وبستعمل الجاما ب 0.8. طب لو منشا، يعني لو اي منشا عادي بيبقى الجاما دي بواحد. لو منشا بقى هيبقى مهم شويه، يعني مثلا مدارس او اي صالات فيها تجمع او حاجه، يبقى بستعمل 1.2 بحيث ان انا ازود الفرص بتاعت الزلزال 20%. لو منشأ لازم يفضل شغال ساعة الزلزال زي المستشفيات او اي مركز اطفاء او حاجة، يبقى الجاما بتاعتي ب 1.4، والجدول ده موجود في صفحة 149 في كود الاحمال. الحاجة التانية اللي انا مهتم بيها الايتا، والايتا ده فاكتور بيعبر عن الدامبنج. لو المنشأ بتاعي ده بقى على حسب نوع الماتيريال اللي انا مستعملها، مستعمل ستيل وولدد يبقى هلاقي الايتا في والايتا، مستعمل ستيل بولتد، مستعمل خرسانة عادية ولا مستعمل خرسانة بريتنشند،
على حسب نوع الماتيريال اللي عندي اللي انا مستعملها في المنشأ بتاعي، اللي هو كل الكلام ده المفروض يبقى جيفن عندك في المسألة، تقدر تطلع الايتا اللي هتشتغل. بعد كده ببدأ اطلع الار، الار ده بيبقى في فاكتور ده بيقلل الفورس بتاعة الزلزال، عشان دايما عندك في اي منشأ لازم بيحصل ييلد نتيجة فورس الزلزال. فاليلد ده لما بيحصل بيديسيبيت الانرجي بتاعة الزلزال او بيشتتها، فبيقلل الفورس اللي جاية على المبنى عندك. طب الار دي بتبقى معتمدة على ايه؟ معتمدة على السيستم اللي انت مستعمله، يعني هل السيستم ده عوايد حاملة ولا اطارات فراغية بسيطة؟ دي المقصود بيها ان انت مستعمل شير وول او مستعمل بريسنج، اطارات فراغية مقاومة للعزوم ده اللي هو مستعمل مومنت فريم، واخر حاجة ان انت مستعمل حاجة كومبايند، يعني مستعمل فريم مع بريسنج او فريم مع شير وول. على حسب الكلام ده كله بتلاقي دايما كل حاجة بعد كده مقسمها لك، يعني لو حوايط حاملة بيقول لك ان انت مستعمل معاها حوايط، مستعمل معاها شير وول ولا مش شير وول خرسانة، ولا شير وول مباني، ولا شير وول مباني مش مسلحة. لو انت مستعمل بريسنج او شير وول بيبدأ يقسمها لك اهي بعد كده، شير وول خرسانة ولا شير وول مباني ولا بريسنج. تبدأ على حسب السيستم بتاعك تطلع قيمة الار اللي هتستعملها، وهتلاقي ان الكلام ده في صفحة 155 في الكود. اخر حاجة خالص الاي جي، هتلاقيها برضو محتاج تستعملها في المعادلات. الاي جي دي بتبقى الاكسلريشن اللي الكود متوقعها تحصل، اكسلريشن الزلزال اللي الكود متوقعها تحصل في المدينة بتاعتك. فدي بتلاقي ان الكود مقسم لك من منطقة أولى لمنطقة خمسة، ومنطقة خمسة دي مقسمها ألف وباء. طب أنا بعرف إزاي المنطقة بتاعتي؟ هتلاقي في جدول تاني موجود في صفحة 119 بيقول لك كل مدينة أو كل محافظة موجودة في أي منطقة. يعني مثلا أسوان فيها مدن في منطقة واحد، ومدن منطقة اتنين، ومدن منطقة تلاتة. أسيوط كلها منطقة واحد، اسكندرية منطقة اتنين، هكذا. الجدول ده بس أنا مش كامل، أنا مقطوع، لكن هتلاقي المدن كلها موجودة في صفحة 119 في الكود. فعلى حسب المدينة اللي انت فيها تشوف المدينة دي، انت المدينة دي منطقة كام، على حسب المنطقة تخش تجيب الاي جي بتاعتك اللي هتستعملها في المعادلات. كده خلاص انت معاك كل الحاجة، كل الرموز اللي انت عايز تستعملها، يبقى تقدر تشوف كل مود هتستعمله انهي معادلة، وعلى حسب المعادلة اللي انت وعلى حسب المعادلة اللي انت تستعملها تقدر تحسب وتطلع الارقام بتاعتك. اخد بالي بس من حاجة مهمة، ان في معادلة 8-13 وفي معادلة 8-14 بيقول لي دايما ان الارقام بتاعتي دي ما تقلش عن 0.2 اي جي في جاما واحد، ودي نفس الكلام ما تقلش عن 0.2 اي جي في جاما واحد. فبعد ما تحسب لو انت كان المود بتاعك هتستعمله معادلة 3 او معادلة 4، بعد ما تحسب المعادلة بتاعتك لازم تتأكد ان انت ترجع تحسب 0.2 اي جي في جاما واحد، وهتاخد الاكبر ما بينهم. ممكن بدل ما يطلب مني بطريقه ريسبونس سبيكتروم يطلب بطريقه الايكوفالنت ستاتيك، او يطلب حتى ان انا اقارن ما بين الاثنين. ايه فكره الايكوفالنت ستاتيك؟ فكره الايكوفالنت ستاتيك هي معتمده ان هي طريقه تقريبيه، ومعتمده ان انت بتقول ان اول مود بس هو اللي بيحرك المنشا، يعني اي اكسلريشن عندك او اي فورسز هتحسبها نتيجه اول مود بس، على عكس طريقه الريسبونس سبيكتروم اللي كنا بناخد معانا كل المودز في الاعتبار. طب ايه المعادله بتاعت الايكوفالنت ستاتيك؟ الايكوفالنت ستاتيك بتقول ان الاف بيز بتساوي الاكسلريشن اللي عندك في اللمدا في الدبليو على الجي، ودي موجوده في صفحه 136 في الكود. طب ازاي بنحسب الاكسلريشن؟ الطريقه اللي الدكتور بيحسب بيها الاكسلريشن ان هو بيشوف اول مود عندك التايم بيريود بتاعه بكام، وبعد ما تجيب التايم بيريود تشوف بقى التايم بيريود دوت ما بين صفر وتي بي ولا تي بي وتي سي، هكذا تشوف انت عايز انهي معادله. وبعد ما تحدد المعادله اللي انت هتستعملها تحسب منها الاكسلريشن بتاعت اول مود. انت اصلا ممكن تبقى اوريدي حسبتها في الريسبونس سبيكتروم، فممكن على طول تشوف اول مود انت كنت حاسب له الاكسلريشن بكام، وهي الاكسلريشن اللي انت هتستعملها. طب تاني حاجه اللي هي اللامدا، اللامدا دي حاجه اسمها معامل تصحيح موجود في الكود، بيقول لك ان لو تي واحد اللي هي التايم بيريود بتاع اول مود اصغر من 2 تي سي تبقى اللامدا ب.85، ولو اكبر من 2 تي سي تبقى اللامدا ب1. طب والتي سي بنجيبها منين؟ نفس الجدول اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو على حسب نوع السويل وعلى حسب المكان اللي انت فيه، على البحر المتوسط ولا في اي مكان تاني، تعرف تجيب التي سي وتعرف تحدد قيمة اللمدة بكام. طب ال W وال G، ال W المقصود بيها اللي هي وزن التوتال بتاع المنشأ بتاعك، تحسب مجموع كل دور الوزن بتاعه بكام وتجمع الادوار كلها، وممكن تقول ان ال W على ال G هتبقى في الاخر هي مجموع الماسز اللي عندك، يعني برضو بعد ما تحسب الماس بتاعت كل دور اجمع الماسز دي على بعض، يبقى معاك القيمة التوتال بتاعت ال W على ال G. مثلا عندي المسألة دي اهي، عوضت فيها وطلعت طلعت الاف بيس ب 61 طن.
اوزع الفورسز ازاي؟ زي ما احنا قلنا الايكوفلنت ستاتيك طريقه تقريبيه، فتوزيع الفورسز فيها هيبقى معتمد دايما على الارتفاع بتاع كل دور عن الارض والمس بتاع كل دور بس، مفيش اي حاجه تانية. فهلاقي ان القانون اللي عندي موجود في الكود بيقول ان الفرصة عند كل دور بيبقى ارتفاع الدور عن الارض في وزن الدور مقسوم على مجموع ارتفاع كل دور في وزنه. فمثلا عايز احسب الفرصة على اول دور، هلاقي اول دور ارتفاعه عن الارض 5 متر والمس بتاعته 10، فيبقى وزنه 100. الكلام ده كله مقسوم على ايه؟ مقسوم على المجموع. اول دور كان ارتفاعه 5 في وزنه 100، تاني دور ارتفاعه 5 زائد 7 يبقى 12، في الماس بتاعته كانت 50 فيبقى وزنه 500، تالت دور ارتفاعه عن الأرض 16 في وزنه 50 كده. دي النسبة اللي واخدها الدور الأول، أضربها بقى في الإف بيز اللي عندي اللي هي 61 طن، يبقى أنا جبت إن أول دور عليه فورس 4.18 طن. طب بنفس الطريقة عايز أحسب الفورس بتاعت إف 2، الدور التاني كان الارتفاع بتاعه 12 متر في الوزن بتاعه 500 مقسوم على المجموع اللي هو 5 في 100 زائد 12 في 500 زائد 16 في 50، كل ده اضربه في الاف بيز اللي هي 61، يبقى جبت الفرصة على تاني دور اللي هي 50. بنفس الطريقة اجيب الفرصة اللي على تالت دور اللي هي 6.7 طن. طبعا كل المعادلات دي لو بدل ما تستخدم الوزن عايز تستخدم الماس، كده كانت عندك في فوق وتحت الوزن موجود، فمش تفرق يعني استخدمت الوزن او استخدمت الماس، هتلاقي ما فرقتش في المعادلة دي حاجة. كده انت معاك الفرصة على كل دور، هيبقى بعديها تقدر ترسم الشير بتاعك وتقدر تجيب المومنت على كل عمود وتشتغل عادي مفيش مشكلة. بس كده، شكرا يا جماعة.